قتل شخص واحد على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في تجدد للاشتباكات في منطقة الحصبة شمال العاصمة اليمنية صنعاء بين قوات حكومية وأنصار الشيخ الأحمر. وفي وقت سابق قتل شخص وأصيب 4 آخرون في إطلاق قوات حكومية النار على حافلة ركاب في مدينة تعز، كما سبق ذلك مقتل امرأة ورجل وإصابة 5 آخرين في المدينة نفسها.